السلام عليكم، معكم مهدي إدريسي، رئيس جمعية عقول الذهبية متواجدة بالدرب الكبير. في البداية كنبغي نترحم على الشهداء اللي توفوا في هذا الزلزال، نسأل الله تعالى نجعلهم من الشهداء وأن يشافي المرضى يا ربي. هذه قافلة الثانية، كانت قافلة تنقولوا كيف ما نقولوا خفيفة، ولكن هذه القافلة الحمد لله اللي هي شوية كبيرة، وغتكون قافلة ثالثة إن شاء الله الأسبوع الجاي توجه إن شاء الله للشيشاوة. صراحة أخذنا المبادرة البارح يعني حتى العشيه توكلنا على الله والحمد لله. راه نشكروا الساكنه ديال درب كبير اولا على العطاء ديالها وعلى البذل ديالها اللي ما كناش كاع منتظرين اننا غنوصلوا لهذا النيفو هذا، فكنشكروهم الحمد لله ومزيد من العطاء، ومشكورين جد على الحضور ديالكم معنا وعلى المساهمه ديالكم معنا. Thank you.